أقدم مجموعة من المجرمين من ذوي السوابق العدلية على الاعتداء على قائد المقاطعة العاشرة بمدينة القنيطرة بينما كان يزاول مهامه بحي الفتح قرب العلامة، قبل أن يتفاجأ بهجوم نفذه 3 أشخاص بينهم شخص من ذوي السوابق العدلية غادر السجن قبل أيام، حيث تم رش قائد الملحقة الإدارية بالحجارة ما تسبب في إصابته بكسور على مستوى الكتف ليتم نقله على وجع السرعة إلى مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة لتلقي العلاجات اللازمة. وبعد حضور رجال الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية تحت إشراف السيد عبد الله محسون والي أمن القنيطرة والذي أشرف بشكل مباشر على عملية اعتقال شخصان من أفراد العصابة الإجرامية فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد الجنات والذي لاذ بالفرار.